لا يهاب أي شيء أبدا، شديد الذكاء، يفترس ضحاياه منذ 11 مليون سنة. نحن بصدد استكشاف أسرار أكبر مفترس في عالم المحيطات. حيتان الأوركا القاتلة. الكثير منا يعرفها بحركاتها البهلوانية، ولكن ربما لا نعرف الكثير. فالعلماء يعتقدون أن تلك الكائنات أذكى من الشمبانزي. أما اسمها أوركا فهو مأخوذ من اسم الآلهة الرومانية القديمة، كما يطلق عليها لقبا آخر وهو الحيتان القاتلة، وذلك بسبب أن البحارة قديما رأوها وهي تهاجم الحيتان الأخرى. لكن اسم تلك الكائنات لا يدل على نوعها أبدا، لأن الأوركا ليس بحوت من الأساس ولا حتى سمكة، وإنما دولفين، ويعتبر من أكبر الثدييات البحرية على الإطلاق، حيث يزن 11 طنا، أي أنه بحجم حافلة مدرسية يصل طولها من 16 إلى 30 قدما. ولا تنخدع بالحركات الاستعراضية التي تشاهدها لتلك الدلافين، لأنها ليست لطيفة إطلاقا، فهي آكلة للحوم، وليس هذا فحسب، بل تتغذى على أشرس الأسماك والحيوانات. فالأوركا تستطيع أن تلتهم أسماك القرش الأبيض، وكذلك تتغذى على صغار حيتان العنبر والدببة القطبية، مستغلة في ذلك أسنانها الحادة في تمزيق الفريسة. وتصطاد الأوركا فرائسها وهي تشكل مجموعات شديدة التخطيط فيما بينها، فلكل فرد دور معين، كما أنها كائنات مبدعة، فهي تطور خطتها الافتراسية، بل وتبتكر خطط جديدة وتعلمها لصغارها. وأثناء الاصطياد تتواصل الأوركا فيما بينها، حيث تطلق صفارات عالية النبرة وتستخدمها في الاتصالات طويلة المدى. ولك أن تتخيل أن تلك الدلافين تستطيع أن تفعل كل هذا، ولكنها لا تستطيع أن تشم. فالحيتان القاتلة ليس لديها عضو خاص بشم الرائحة، ولكن عوضا عن ذلك فالسمع والبصر أقوى لديها من الكلاب والخفافيش، كما أنها تستطيع تحديد الموقع عن طريق صدى الصوت. ويبدو أن تلك الحيوانات لا تستطيع أن تستريح، فهي مثل أقرانها من الدلافين تنام بنصف أدمغتها فقط. وإليكم تلك المعلومة المهمة، الأوركا لم تهاجم إنسانا من قبل في البرية، ولكن تم رصد عدة هجمات على المدربين بالحدائق البحرية، لكن العلماء يرجعون أسباب تلك الهجمات إلى بعدها عن بيئتها الطبيعية وظروف الأسر القاسية.